أنا نشوف باللي الطبيب المعالج يلعب دور فعال في المنظومة تاعنا، باسكو من عنده تبدأ الوصفة الطبية، ورانا نلاحظوا باللي كاين إفراط في كتابة الدواء. لهذا هذه الحملة اللي بديناها، الحملة الوطنية، موجهة في البداية يعني بعد المواطنين اللي عندهم بطاقة شفاء، موجهة للأطباء المعالجين. لاحظوا يوميا إفراط كبير في كتابة الدواء، إفراط من حيث الكمية. كاين وصفات طبية توصل حتى 19 دواء في الوصفة الطبية. كاين أدوية التي يعاود يكتبها الطبيب بدون إيفالواسيون، يعني تب دواء 3 شهور يتعاود 3 شهور من بعد، بدون يعني نشوفوا باللي ممكن حالة الطبيب المريض تبدلت، ممكن تستدعي نحو دواء، نزيدوا دواء واحد آخر نبدلوه. دونك علاش هذه الحملة موجهة خاصة للأطباء اللي يكتبوا الوصفات، لأن المنبع هما. دونك أنا كنت طبيب يكتب لي الدواء اللي لازم بالكمية اللي لازم، دونك يجي تأثيراته تجي من بعد السيدة اللي ما يسبيش بزاف الدواء، والمريض ما يديش دواء. كاينة ظاهرة أنا نشوفوها يوميا، أنه المريض يدي الدواء ومن بعد يروح يديه لافارماسي يقول له هذا صدقه بقى لي. دونك هنا نشوف باللي هذه غير منطقيه، يعني سي بور سا يعني لا دخلوا معنا الاطباء المعالجين في هذا السير اللي رانا في الطريق هذا اللي نمشوا فيها، غادي يعاونونا بطريقه فعاله جدا. نعم الارقام هي كبيره، يعني الرقم يفوت مليون وصفه من بدايه السنه، من جانفي 2023 حتى نوفمبر 23، مليون وصفه في وكاله تيارت، والعدد المؤمنين اجتماعيا 319 الف. دونك نحن نديرو بطريقه حسابيه، غادي نشوفوا باللي وصفات يعني سيت ان كولوسال تاع الوصفات الطبيه. القمه الماليه لهالوصفه، القمه الماليه لحد 30 نوفمبر 2023 5.215 مليار دينار جزائري، يعني 500 مليار سنتيم.